السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم سهام. سعيدة جدا بلقياكم حبيبتي، وأتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية. في البداية وقبل المرور إلى موضوع فيديو اليوم، أود أن أعتذر منكم عن غيابي الذي دام لأكثر من 15 يوما، وأود أن أشكركم على دعمكم ووفائكم لي وعلى اهتمامكم عزيزتي وعلى دعواتكم بالتعليقات. لقد قمت بتوضيح سبب الغياب في فيديو سابق، سأترك لكم رابطه هنا في مكان ما على الشاشة أو في صندوق الوصف. شكرا مرة ثانية على اهتمامكم وعلى دعواتكم، والآن سنمر لتحضير خلطة الثلاث أيام المشهورة عالميا لبشرة في سن 20 دائما مهما كان سنك، فهي رائعة للتخلص من التجاعيد وشد بشرة الوجه. فإذا كنت مهتمة بهذه الخلطة، خلطة إزالة التجاعيد لليوم، تابعي معي الفيديو للآخر. لكن قبل المرور لمكونات وصفة شد تجاعيد الوجه لليوم، لا تنسوا حبيباتي أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو لتشجيعي على العطاء أكثر، وأيضا اشتركوا بالقناة فضلا منكم وليس أمرا عبر الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو مع تفعيل الجرس الصغير بجانبها لكي يصلكم كل جديد من الخلطات المضمونة والموثوقة. خلطة التخلص من التجاعيد لليوم تتكون من الموز، فالموز له فوائد رائعة على البشرة، فهو يعتبر بوتوكس طبيعي يعمل على شد الجلد وعضلات الوجه ليعطي نفس تأثير البوتوكس، بحيث يساعد على ملء الخطوط والتجاعيد بالوجه وبالعنق، وأيضا التجاعيد الدقيقة تحت العينين. خلطة علاج التجاعيد لليوم تتكون أيضا من زيت الأرغان، فهذا الزيت يحتوي على نسب عالية ومرتفعة من الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين أو أي، وهو يلقب أيضا بالذهب السائل لما له من فوائد عظيمة للبشرة وللجسم بشكل عام. والمكون الأخير في خلطة التخلص من التجاعيد لليوم هو زيت بذور الكتان أو زيت زريعة الكتان الغني عن التعريف، فباستعمال هذا الزيت في مدة قصيرة جدا ستحصلين على بشرة قوية متناغمة ومشدودة مع التخلص من جميع عيوب الوجه، وكأنك قمت بعمل بوتوكس لملء التجاعيد والخطوط بوجهك سواء كانت خطوط خفيفة أو عميقة. إذا بعد أن تعرفنا على مكونات خلطة التخلص من التجاعيد لليوم، سنمر الآن إلى طريقة تحضيرها. سنأخذ قطعة صغيرة من الموز ونقوم بتقطيعها بهذا الشكل، بعد ذلك نقوم بهرسها بالشوكة جيدا إلى أن نحصل على عجينة لينة، بعد ذلك نضعها في إناء مناسب ونضيف إليها ملعقة كبيرة من زيت الأرغان وملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان أو زيت زريعة الكتان. نخلط عناصر خلطة التخلص من التجاعيد لليوم جيدا إلى أن تتجانس ونحصل على خلطة لإزالة التجاعيد. نقوم بوضعها على الوجه ومنطقة تحت العينين وأيضا الرقبة، ونتركها لمدة 40 دقيقة إلى أن تستفيد منها البشرة وتتغلغل بعمقها. فنتائج خلطة إزالة التجاعيد والتخلص منها لليوم تظهر بعد 3 أيام فقط من الاستخدام، ومع المداومة ستحصلين على بشرة مشرقة وناعمة خالية من الخطوط سواء كانت دقيقة أو عميقة. وكوني أكيدة عزيزتي أن خلطة التخلص من التجاعيد لليوم ستغنيك عن شراء واستخدام الكريمات الغالية الثمن والمكلفة، فهي سهلة التحضير وغير مكلفة بتاتا، وذات مكونات سهلة جدا وذات نتيجة رائعة وسريعة. أتمنى أن تعجبكم خلطة اليوم للتخلص من تجاعيد الوجه والرقبة. لا تنسوا الضغط على زر لايك حبيبتي إذا أعجبكم الفيديو، وأن تتركوا لي أيضا آراءكم واقتراحاتكم بالتعليقات، سأكون جد سعيدة بالإجابة عنها والتواصل معكم. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في خلطة قادمة بإذن الله.